أنا الآن متواجد في جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ميقات أهل مكة والمقيمين فيها. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن المرحوم أحمد قاسم كيوان أبو محمد، مقدمة من زوجته سامية وأبنائه محمد وهناء وهبة وهدى من مجد الكروم، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. أنا الآن في بداية الطواف لاستكمال مناسك العمرة عن المرحوم أحمد قاسم كيوان أبو محمد، مقدم من زوجته سامية وأبنائه محمد وهناء وهبة وهدى من مجد الكروم، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وذرية خيرا من ذريته، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم آنسه في وحدته، اللهم آنسه في وحشته، اللهم آنسه في غربته، اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.